بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الوضعية الأخيرة في ميدان الظواهر الضوئية لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط، والمتمثلة في رؤية جسم بلون معين. إذن وبدون إطالة سننطلق من هذه المحاكاة. إذن لنتابع المحاكاة التي اخترناها لكم. إذن هنا لدينا الضوء المسلط ويعني لون الضوء. والجسم الذي يسقط عليه الضوء. إذن هنا لون الضوء الوارد هو لون ضوء أبيض، والجسم الذي وقع عليه الضوء الوارد أبيض اللون، إذن فإنه يبدو للمشاهد بلون أبيض، إذن العين تحس أن هذا الجسم بلون أبيض. الآن الضوء المسلط أو الضوء الوارد أبيض ولكن الجسم سماوي اللون، فإنه يبدو له بلون سماوي. إذن كيف يتصرف الجسم مع الضوء الوارد إليه؟ ثم بدلنا الجسم بلون أرجواني، نلاحظ كيف يتعامل مع الضوء. إذن تأتي المركبات الثلاثة، الأحمر والأخضر والأزرق، فمنها ما يمتصه ومنها ما ينفره. إذن لاحظ كلما غيرنا الجسم بطبيعة الحال لون الجسم تتغير رؤية اللون الوارد إلى العين كما ذكرنا. لنتابع، إذن هنا بلون أحمر، لاحظ أنه ينفر فقط الأحمر والباقي يمتص، لذا يظهر باللون الأحمر، وهكذا بالنسبة لكل الألوان الأخرى. لاحظ الأخضر الآن يسقط عليه الضوء الأبيض، فإنه يمتص المركبتين الأخريين وينفر اللون الأخضر. نفس الشيء بالنسبة للأزرق مثلا إذا شربناه. نعم، إذن لماذا يرى الإنسان أن الجسم أزرق اللون عندما يسقط عليه ضوء أبيض؟ لأنه يمتص مركبتين الأحمر والأخضر وينفر لونه. ثم إذا اخترنا جسم بلون أسود وسلطنا عليه أي ضوء، هنا الجسم أبيض من جديد، ينفر كل الألوان وبالتالي يبدو بلون أبيض. الأزرق كذلك، سنجرب الأسود، جسم بلون أسود، هنا سلطنا ضوء أزرق على جسم أزرق فإنه ينفر لونه، أخضر على أخضر ينفر لونه. أحمر على أحمر ينفر لونه، يعني يبدو بلون أحمر لا يمتص شيء. الآن الجسم سيكون بلون أسود مثلا، إذن ونسلط عليه الضوء الأحمر فإنه لا ينفر أي لون، بمعنى المشاهد سيشاهد جسم أسود اللون. إذن هنا نقول الضوء المنفور غير موجود، يعني الجسم يمتص الضوء الذي ورد إليه. لاحظ جربنا الأزرق يمتصه، الأخضر يمتصه، الأحمر يمتصه، إذن يمتص جميع الألوان وبالتالي يبدو بلون أسود. إذن فاللون الأسود هو دلالة على عدم وصول الضوء إلى العين. نقول مركبات الضوء المنفور هي المجموعة الخالية، مركبات الضوء المنفور هي المجموعة الخالية. إذن هذا بالنسبة لهذه المحاكاة. نمر بدون إطالة إلى التطبيقات الواردة أو النشاطات الواردة في الكتاب. إذن اخترنا هذه الصور لأجسام من محيطنا من المطبخ نتعامل معها يوميا. لدينا صورة لحبة طماطم بلون أحمر في ضوء النهار أو في ضوء الشمس،
حبة ليمون بلون أصفر في ضوء النهار أو في ضوء الشمس، وحبة فلفل خضراء كذلك، وباذنجان أسود، وحبة بيضة. إذن ثم تكمل مع صور بألوان أخرى، أزهار بلون أرجواني، وأخرى بلون سماوي، وأخرى بلون أحمر، وأخرى بلون أصفر. الآن ما الغرض من إحضار هذه الوثائق؟ يعني كيف يتعامل معها الضوء؟ إذن هنا لدينا المشاهد ومصباح عادي وحبة طماطم حمراء في الطبيعة أو تحت ضوء الشمس. إذن عندما نسلط ضوء المصباح العادي على هذه العينة أو على هذا الجسم، كيف تتعامل مع الضوء؟ إذن هنا أخذنا هذا الجدول، لون الضوء، مركباته، تكلمنا الآن عن الضوء الوارد، يعني الذي ورد من المصباح إلى الجسم، ما لونه؟ لونه أبيض، مركباته هي RVB، أحمر أخضر أزرق. الآن كيف تتصرف هذه العينة أو هذا الجسم الأحمر اللون، كيف يتصرف مع هذه المركبات الثلاثة؟ إذن هنا سيمتص اللون السماوي، يعني هذا الجسم سيمتص اللون السماوي. ما معنى ذلك؟ سيمتص المركبة الخضراء والمركبة الزرقاء، وينثر الضوء الأحمر. إذن المنقول أو المنثور هو الضوء الأحمر، يعني فالذي يصل إلى عين المشاهد هو اللون الأحمر فقط. فنقول أن الجسم الأحمر امتص الضوء السماوي الذي مركباته هي الأخضر والأزرق، إذن فيراه باللون الأحمر. ننتقل إلى العينة الثانية. إذن فالعينة الثانية حبة الفلفل مع الضوء الأبيض والمشاهد، كذلك لون الضوء، قلنا مركباته الضوء الوارد هو أبيض، مركباته RVB. كيف يتصرف معها هذا الجسم الأخضر اللون؟ هنا سيمتص اللون الأرجواني، بمعنى الجسم سيمتص المركبة الزرقاء ويمتص المركبة الحمراء لأنها ليست من مكوناته، وينفر أو ينقل المركبة المطابقة له وهي المركبة الخضراء. إذن فنقول أن الضوء المنقول هو الضوء الأخضر. إذن فهنا الشخص عينه ستحس باللون الأخضر أو يرى الجسم باللون الأخضر. ننتقل إلى العينة الثالثة. إذن هنا لدينا حبة الليمون وضوء المصباح والشخص المشاهد. إذن لون الضوء الوارد بطبيعة الحال ومركباته، فالوارد هو أبيض، مركباته RVB. الآن كيف يتصرف هذا الجسم الأصفر مع الضوء الأبيض؟ إذن سينثر المركبتين اللتين تشكلان لونه الأصفر، بمعنى الأصفر هو مركب من الأحمر والأخضر، إذن سينثر الأحمر والأخضر ويمتص المركبة الزرقاء. إذن هنا المنقول هو الأصفر، نعم، والأصفر مركباته هي الأحمر والأخضر. وماذا سيمتص؟ يمتص المركبة الزرقاء فقط، يمتص الضوء الأزرق. ننتقل إلى المثال الموالي الرابع. إذن لدينا هذه الأزهار أو هذه الوردة الأرجوانية، نسلط عليها دائما ضوء أبيض، ضوء أبيض، بما أنها ذات لون أرجواني في الطبيعة، الأرجواني مركب من الأحمر والأزرق، فستنثر الأخضر فقط وتمتص الأحمر والأزرق، بمعنى معذرة، ستمتص الأخضر وتنثر لونها وهو الأحمر والأزرق، أي تنثر اللون الأرجواني وتمتص الأخضر. إذن المنقول هو الأرجواني مثل ما ذكرنا، المركب من الأخضر والأزرق والأحمر،
الأرجواني المركب من مركبتين هما الأزرق والأحمر، أما الضوء الممتص فهو أخضر، يعني مركبته أحادية اللون هي مركبة خضراء. ننتقل إلى المثال الموالي. إذن كذلك لدينا ضوء المصباح مع وردة ذات لون سماوي والمشاهد. إذن مركبات اللون الضوء المسلط أو الوارد ومركباته. الضوء الوارد أو المسلط أبيض اللون مركباته ثلاثة RGB. كيف يتعامل معه هذا الجسم ذو اللون السماوي؟ اللون السماوي هو لون ثانوي مركب من الأخضر والأزرق، بمعنى أن هذا الجسم، يعني هذه الزهرة أو هذه الوردة، ستنفر هذين اللونين، ستنفر لونا سماويا. اللون السماوي مركباته أخضر وأزرق، وماذا تمتص؟ تمتص اللون الأحمر، نرى ذلك في الجدول. إذا نقول المنقول هو ضوء سماوي. الضوء السماوي مركباته اثنتان هما الخضراء والزرقاء. إذا فما هو الضوء الممتص؟ هو الضوء الأحمر، مركبته أحادية هي المركبة الحمراء. ننتقل إلى هذا المثال، مثال الباذنجان، كيف يتعامل مع الضوء؟ إذا فالباذنجان لونه أسود في الطبيعة. الضوء المسلط عليه هو ضوء أبيض، مركباته هي RGB. كيف يتعامل مع هذه المركبات أو مع هذا الضوء؟ فإنه يمتص الضوء الأبيض بالكامل، أي يمتص المركبات الثلاثة، يمتص المركبة الحمراء لأنها ليست في تركيبه، الخضراء يمتصها لأنها ليست في تركيبه، والزرقاء كذلك يمتصها لأنها ليست في تركيبه. إذن فيكون الممتص هو ضوء أبيض. الضوء الممتص من طرف هذا الجسم هو ضوء أبيض مركبته RGB. فماذا ينقل إلى العين؟ فإن المنقول هو مجموعة خالية، أي لا شيء. الضوء المنقول لا شيء، مركباته مجموعة خالية، وبالتالي لا يصل إلى ضوء، أي ضوء إلى عين المشاهد، فيحس بالسواد أو بالعتمة أو بالظلمة إذا شئنا. إذن هذا بالنسبة للون الأسود. الآن اللون الأبيض كيف يتصرف معه الضوء، أو كيف يتصرف مع الضوء الأبيض؟ جسم أبيض اللون مثل حبة البيض أو زهرة بيضاء إلى آخره، كيف تتعامل مع الضوء؟ إذن فالضوء الوارد إليها هو أبيض اللون مركباته RGB. فالضوء الأبيض أو الجسم الأبيض ينفر كل الأضواء الواردة إليه مهما كان لونها، لأن الأبيض هو لون مركب من الألوان الأساسية. الألوان الأساسية هي الأحمر الأخضر الأزرق. إذن فسينفر الألوان الثلاثة، بمعنى ماذا سيمتص؟ لا يمتص أي لون ضوئي، وبالتالي مركبات الضوء الممتص هي مجموعة خالية التي رمزنا لها بهذا الرمز، هذا رمز المجموعة الخالية. إذن لا يمتص أي لون، فالمركبات الممتصة خالية، مجموعة خالية. إذن فماذا ينفر؟ ينفر كل المركبات التي وردت إليه RGB، وبالتالي يبدو بي اللون الأبيض. إذن هذه هي الآلية التي تتم بها رؤية الأجسام وكيف تتعامل الأجسام مع الضوء. وبالتالي نلاحظ هنا أن الأجسام تشبه المرشحات الضوئية في عملها، فهي تسمح أو تنفر لونها فقط، تنفر لونها فقط وتمتص باقي الألوان الضوئية. إذن ماذا نستخلص من هذا النشاطات التي قدمناها؟ إذن نستنتج النقاط التالية. أولا، ما هي شروط رؤية الجسم؟ إذن تتمثل في شرطين. أولا، أن يكون هذا الجسم مضيئا أو مضاءا، أن يكون الجسم الذي سنراه إما مضيئا بذاته أو مضاء من غيره. ثانيا، الشرط الثاني لتتم الرؤية أن ينفذ الضوء من هذا الجسم إلى العين، والعين ما هي إلا عضو مستقبل للضوء، أي عضو حساس للضوء، ينقل المعلومات من خلال الخلايا الموجودة في الشبكية إلى المخ، والمخ هو الذي يترجم المعلومات التي وردت إليه، فتتم رؤية
هذا الجسم، ويكون ذلك في جزء صغير جدا من الثانية، يعني بمجرد أن يصل الضوء إلى العين يترجم في المخ. هذا بالنسبة للنتيجة الأولى أو النقطة الأولى التي نستنتجها، هي شروط الرؤية أو رؤية الجسم. ثانيا أو النتيجة الثانية التي نخلص إليها، كيف يتعامل الجسم والمرشح الضوئي مع الضوء. إذا مثل ما رأينا وذكرنا أن كل جسم أو مرشح ينفر أو ينقل لونه فقط، سواء كان بلون رئيسي أو بلون ثانوي أو متعدد الألوان، فإنه قلنا ينفر لونه فقط ويمتص ما بقي من المركبات الضوئية أو من الألوان الضوئية. والنقطة الثالثة، فالعين تحس بلون الضوء الذي يصل إليها من الجسم أو المرشح، ولا يهمنا الضوء الوارد إلى الجسم، قد يرد إلى الجسم ضوء أبيض ولكن العين لن ترى ضوء أو لن ترى جسم أبيض، وهذا راجع إلى الذي يصل إليها من الجسم. إذن فالعين تحس بلون الضوء الذي يصل إليها من الجسم أو المرشح. وهنا في الأخير يعني نرى أن رؤية الجسم تنمذج أو تلخص لنا نموذج التركيب الطرحي، نموذج التركيب الطرحي الذي قاعدته كالآتي: الضوء المنظور أو المحسوس الذي تحسه العين ما هو إلا عملية طرح بين الضوء الوارد والضوء المنتص من طرف الجسم أو المرشح، بمعنى نقول أن الضوء المنقول أو الضوء المنظور يساوي الضوء الوارد ناقص الضوء المنتص. إذن هذا كل ما في هذه الوحدة أو في هذه الوضعية. في الأخير نسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه، ووفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.